سلمى، وهلا وصلنا لمحطتنا الاجتماعيه النفسيه اللي راح نوجه مؤشر الحديث فيها عن الرهاب في الامتحانات عند الطلاب، ونسلط الضوء اكثر على كيفيه التعامل مع الطلاب خاصه باوقات الامتحان اللي بيكون فيها الضغط النفسي كثير كبير على الطلاب والاهل كمان. اكيد سالي، القلق من الامتحان شكل من اشكال الاضطراب النفسي يلي بينتاب بعض الطلاب وبيزداد خاصه باوقات التحضير للامتحانات. ممكن انه يتخطى الحد الطبيعي للقلق ويؤدي هذا الشيء لشعور الطالب باعراض فيزيولوجيه مختلفه. لنحكي اكثر عن تفاصيل هي الاسئله كلياتها ونتفصل فيها مع الدكتوره هنادي سلاخ الاختصاصيه بعلم النفس. يسعد صباحك دكتوره. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتوره هنادي. بدايه خلينا نحكي عن اعراض رهاب الامتحان. في اعراض لرهاب الامتحان؟ صحيح. مثل ما ذكرتي، هو نوع من انواع الاضطرابات النفسيه بتصيب الطلبه قبل او اثناء دخولهم للامتحان. دائما احنا بنقول قليل من القلق لا مانع. هو في منه انواع: قلق ايجابي محفز للطالب ليكون يعطيه دافع لتحقيق نتائج ودافعيه للدراسه، وعندنا القلق المرضي الفوبيا اللي احنا بنسميه نوع من انواع المخاوف الشديده اللي بتصيب الطالب، بتكون إلى عدة أسباب وعدة أعراض. مثل ما ذكرتوا، في أعراض فيزيولوجية هي بترافق وقت نقول نحن زاد فدخلنا لحد التشخيص المرضي، فبترافق القلق الطبيعي أعراض هي اضطرابات بالجهاز الهضمي، زيادة في التوتر، أرق أو نوم شديد، فالطالب إما أن يصاب بخمول شديد، دائما احنا بنسميه سلوك هروبي، يهرب من تحمل المسؤوليه الى النوم، او بيصير هو عنده حاله ارق وما بينام ابدا. ايضا التعامل مع الاكل ببلش في تعامل هون خاطئ، بيصير في افراط، يا اما بيصير افراط كمان بيصير او بتنقطع الشهيه تماما. الافراط بالطعام هون بيصير الطالب بلاقي حجه، فهو بيعطي مبرر مهدئ لنفسه او لاهله اني انا عم باكل، فكثير هون الطالب بيصير بيلعب بمشاعر اهله، بيصير بيعطي اسباب تبرر لحاله انه هروبه عن الدراسه. ايضا من الاسباب فينا نحكي الحساسيه الزائده، بيصير الطالب هون عنده بكاء شديد مجهول السبب، حتى اذا بنساله شبك ما بيعرف. الحساسيه لاي كلمه، خاصه هي بنلاحظها عند الطلاب المتفوقين، بصير لك انا نسيان، دائما عنده شعور بالنسيان. فهون بيجي دور الاهل كيف هن بيقدروا يتجاوزوا هدول الاعراض عن طريق بعض الاساليب. بالنسبه لاسبابه، في اسباب شخصيه، مثل في عنا احنا هون دائما لازم نميز بين حاله القلق التي ترافق حدث معين وسمه القلق. في عنا اشخاص هن اشخاص قلقين، يعني اي مبادرة أو شيء جديد يدخل إلى حياتهم هن بيكبروا القصة، هي سمة من سمات الشخصية تختلف عن القلق الذي يكون مربوط بحالة معينة. أيضا في عنا أسباب الأهل تحمل مسؤولية كبيرة، الأهل بتؤدي لضغط، تضغط الطالب أو تحميله مهام أكثر من قدراته، فتوقع الأهل المبالغ فيه بالنسبة لقدرات الطالب هي هون بتكون عامل أساسي من دخول الطالب بهذا القلق أو الرهاب الامتحاني. المدرسة بتحمل مسؤولية كبيرة، المعلم بشكل أساسي، فعنا كثير معلمين إن من أحد أساليبهم التهويل والتخويف للطالب، بنسميه التعزيز السلبي، إنه هو عم بيعزز السلوك ولكن بأساليب سلبية مثل العقاب، التهديد، هون بيترافق الأهل كمان والمعلم فيها بنفس الأساليب. هون لازم وعي من قبل المعلم والأهل بكيفية تخفيف القلق عند الطالب. نعم. طيب دكتورة، حكيتي بالبداية أنه القلق الزائد ممكن يتحول لفوبيا عند بعض الأشخاص، نحن كيف بنقدر نعرف أنه هذا القلق هو طبيعي عند هذا الشخص، أو مثل ما قلتي في صار بقى مؤشرات لازم تدلنا أنه هو دخل بمرحلة القلق المرضي؟ صحيح. وقت يترافق القلق مع دوخة وقياء وغثيان، فصارت في حالة أعراض فيزيولوجية واضحة. مثلا في عنا أشخاص كتير بيقلقوا بترجف إيديهم بشكل طبيعي، ولكن وقت يترافق 4-5 أعراض بشكل مستمر وبنفس الحدث، هون احنا بنقول أكيد صار في عنده حالة قلق مرضي وبصير مستمرة، يعني هو كل يوم هو دخل بهذا الحالة، إن كان في يعني
دخل الامتحان ولا خرج من الامتحان هو وقع بحالة القلق المرضي. تمام دكتورة، خلينا نحكي شوي عن الأهل، دور الأهل، إن دور الأهل هو أساسي بهيدا المرحلة للأولاد للطلاب. قديش أحياناً الأهل بيتبعوا أساليب خاطئة تجاه أولادهم يلي عم يكونوا عم يحضروا يدرسوا، هن بيفكروا إنه هو دافع لإلهم لينجحوا، بس هن بيكونوا عم يأثروا سلباً عليهم. يعني شو مثلاً فينا نحكي عن هذا الموضوع؟ نحن ما حنقول احيانا ولكن غالبا، والغالبيه اليوم اللي انا عم شوفها الاهالي اول مصدر هو عم بيكون من مصدر تثبيط عزيمه الطالب، اما ان بيكون في تسيب طول اعوام الدراسه، خاصه نحن عم نحكي على مراحل الشهادات الثانويه، هون الثانويه او الاعداديه، هذا العام بالنسبه للاهل هو تعامل خاطئ عن مسار الحياه كلها انه من الاول كان تمام. فنحن مشان نحكي على القلق الايجابي ودور الاهل، شلون نحن بنقدر نخدم هالقلق الايجابي للطالب، هذا اللي احنا بزور بنبذره منذ الطفوله، بنخلي الطالب يحب التعلم وليس حصوله على الدرجه. نحن للاسف دائما نحن بنركز على 10 من 10 او على المعدل، وما بنركز على قيمه التعلم والعلم. فهون في تعاون بده يكون بين الاهل والمدرسه، نزرع من الطفل منذ الصغر حب التعلم وليس الحصول على الدرجه. يعني نحن بنحكي على النوعيه، نوعية التعلم اللي قدر الطالب يحصلها خلال السنوات الدراسية، وعلى عدد الساعات ولا الدرجات، لأنه الدرجة بتنجاب بالغش، بأي أساليب بيقدر الطالب يجيب الدرجة، ولكن نوع التعلم وشو الثمرة اللي حصدها هو آخر شيء، هو هون الأهم بالنسبة للأهالي توجيهها. نعم دكتورة هنادي، أنت أثرتي نقطة هي كتير مهمة. يعني عادة لما بينسأل أي طالب متفوق مثلا أو طالب، شو الفرق بين التفوق وبين الطالب اللي هو حاصل على الدرجة، بيلاقوا أنه الطالب المتفوق هو عنده شغف بالمادة وشغف بحب المادة، لهيك درجاته عالية. خلينا نحكي قديش مهم مثل ما قلتي يتم دمج الطالب بالمدرسة مع المواد، تحبيبه فيها، لحتى لما يوصل للشهادة ما يكون في عنده هاي العقدة أو هلأ بده يدرس. يعني صحيح، هو للأسف لحنا كآباء ما منركز على ميول الطالب، في هون مشكلة لحنا عنا، أنه ما منترك مثلا نعمل لهم اختبارات الميول، انه الطالب شو بيحب احنا من وجهه. في هون عن يعني كلنا في عنا ثقافات انه الاب كذا لازم الابن او البنت يستمروا بهذا الشيء او بيحطوا نقطه الدكتور، نحن بدناك دكتور تمام. طبلكي ما بيحب الطب صحيح. وكثير هاي مشكله بيعاني منها الطالب هون، لانه نحن ما بنركز على قدرات الطالب اختيار مسارات تمام. او في عنا كثير النمزجه، انه انا كنت اعمل كذا، انا كنت ادرس على 10 ساعات وقت كنت بعمرك، وهون بيعمل نفور بالنسبة للآباء والأبناء. ما منقارن، حتى مقارنة أخ بأخت أو أخ عدم المقارنة نهائي، لأنه المقارنة بتعمل تمرد وغضب وردات فعل أيام عكسية، ما بتكون تعطي نتائج مثل ما الأهل بيطمحوا. يعني دكتورة خلال طبعا خبرتك والحالات اللي بتجيك، ونحن كمان عم نفوت بيوت فيها طلاب، بنشوف الأهل، شوف أخوك بيدرس أكثر منك، فبصير قصدا أنه ما بقى يدرس، هو بيقولون أي أوكي ماشي ما عاد بدي أدرس. صحيح. الأهل هلنن لهم دور أساسي. كمان الطالب قديش لازم يكون عنده من الراحة النفسية والهدوء النفسي لا يقدر كمان يدرس رغم احيانا ضغط الاهل؟ احنا دائما عم نحط الحق على الاهل، بس صحيح. الطالب كمان له نصيب أكيد. من الموضوع. خلينا نحكي شوي قديش لازم يكون في راحه نفسيه او هو يهيئ حاله نفسيا. يعني من وسط معاناتي انا بنتي السنه بكالوريا ان شاء الله، وضع البيت لازم يكون جدا مريح ومهيئ للطالب، والطالب هون بيصيبه حالات مزاجيه. ليه؟ لانه هو حمل مسؤوليه، يعني سنه هنحكي على الشهادة الثانوية بشكل ذات، نحن بنكون في عنا مثلا اللي بنحكي الدلال بالنسبة للطفل ولا للطالب، بنيجي نحن بالعام الدراسي أو بنهاية العام الدراسي حتى بالسنوات الانتقالية بنركز على هالفترة المعينة، فتحميل الطالب المسؤولية وخلق الدافعية عنده هون هي بتحمله مسؤولية وتوسيع الخيارات بالنسبة له. يعني نخلي لحنا دائما طالب انت بتحمل مسؤولية اهمالك او انت بتحمل مسؤولية عدم التزامك بالدراسة خلال الاعوام السابقة او العام الحالي، ف
خلق الدافع هو أساسي. لحنا وقت نشوف عند الطالب في دافع أساسي، لحنا منقدر نقول مثل ما حضرتك هلأ حكيتي، نرمي المسؤولية على الطالب ومنجنب شوي الأهل. يعني من حكم خبرتك، وأكيد بنتمنى لبنت حضرتك إنها سنة تنجح وبعلامات عالية، قديش يمكن في شغلات استخدمتيها أو وسائل استخدمتيها وحسيتي إنه جابت نتيجة على أرض الواقع؟ صحيح. التعبير والاستماع للطالب كتير مهم، وتصحيح المفاهيم. يعني بيجي مثلا عندك بيقول لك أنا كل شيء مو فهمان، كل شيء عمام، فهون بيرجع لغة الحوار إنه شو الكل شيء، بعدين بيطلع بالنهاية فقرة. هون عنده المبالغة وعدم القدرة على ضبط انفعالاته. هون كتير الأهل بدهم يكونوا عندهم قدرة على الاستيعاب والاستماع للطالب، وخليه يفرغ ويعبر عن مشاعره بشكل تدريجي، ما يختنق ليصل لليلة الامتحان بلحظة انهيار. وبتمنى التوفيق لكل الطلاب. أكيد في ردات فعل عكسية بيمارسها الطلاب والأهل كمان، يعني بتخلق عند الطالب نفور من المواد، نفور من الدراسة. كيف الأهل، في نصائح معينة فينا نوجه لهم إياها يعني ليقدروا يتخطوا هذا الموضوع ويتم معالجته؟ أول شيء لازم الأهل يعرفوا إنه هن التوجيه أهداف سلوكية تربوية ولا أهداف انتقامية. في كتير عنا من الأهل بيوقعوا بخلط بهالمشاعر الهدف الانتقامي، مثل الأهالي اللي كتير بتتابع أولادها، بتجيب أساتذة خصوصي، بتدفع مبالغ على أولادها، بيصير هي هون بدها ترجع حقها بأهداف انتقامية بالتهديد والتوبيخ. هون بيختفي وكتير لحنا حالات منشوفها، وهون تخلق هي عندها خوف للطالب وعدم رغبة بتحقيق النتيجة اللي هو بيتمناها بدافع الإنجاز. هون كتير الأهل لازم يحددوا مشاعرهم، إذا كانت مشاعر بالفعل هي أهداف تربوية سلوكية ولا أهداف انتقامية. هون هلأ كل أهل بالفعل يسأل حاله ومشاعره وين هو متجه، لأنه بينعكس هذا كتير على تقبل الطالب والابن والابنة لنصائح أهليهم. يعني كتير نصائح اليوم كانت موجودة معنا من حضرتك، ويمكن النصيحة الأبرز والأهم اللي هي أنه يتم التدرج بالتعامل مع الطلاب طبعاً. وأنه يولوا أهمية لكل سنة دراسية، صحيح. ما يكون بس في سنتين أو ثلاث سنين محددة لحياة الطالب بالمدرسة. بالختام نحب نتشكر كثير على وجودك معنا. شكرا كثير لوجودك معنا، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح ولبنت حضرتك. شكرا كثير لك ويسعد صباحك.